أخبار اليوم. المقصود يعني بالتطوير الجمعيات بالنسبة للتطوير حضرتك الجمعيات الأهلية بالنسبة للمعاقين مهمة جدا من ناحية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الجمعيات في حل مشكلتها. هو ده دور الجمعيات الأهلية فعلا، وده دور مصطفى عبد الله. أنا بحمله هذه المسؤولية قدامكم، وأي حاجة فيها يعني زي ما بنتكلم مثلا لسه في طلب على تخصيص قطعة أرض لجمعية أهلية، إذا كانت جمعية أهلية ليها صفة النفع العام فممكن نخصص لها قطعة أرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ احنا بنتمنى ان حضرتك تكون اب لينا، مش مسؤول هتقعد شويه وبعدين تأدي مهمتك وتمشي. اتفضلي معانا. هم عندهم طلب بسيط خالص، هم بيعرفوا يشتغلوا نجاره وبيصنعوا العاب تعليميه تبع الورش الدينيه كده، فاحنا محتاجين ورشه صغيره في المدينه الصناعيه واحنا ندفع للدرس يا استاذه. نعم.